وبالانتقال إلى تونس، تسود حالة من الترقب لدى الرأي العام التونسي مع انتهاء المهلة الدستورية للرئيس قيس سعيد اليوم لاختيار شخصية تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة التي لم ترى النور منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر. ولم تحظى حكومة الحبيب الجملي الذي كلفته حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية بثقة الأغلبية المطلوبة. ومن المتوقع أن يكلف الرئيس مع انتهاء أجل التشاور مع الأحزاب شخصية جديدة بتشكيل الحكومة. وكان سعيد التقى في وقت سابق بثلاث مرشحين تعتبر أسماءهم الأكثر تداولا بين ترشيحات الأحزاب، وهم وزراء المالية السابقون فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والياس فخفاخ. وعن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الخط الهاتفي كاهنة طالبية الحقوقية التونسية من تونس. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بجميع المستمعين والمشاهدين. بداية سيدة طالبية، لماذا يصعب التنبؤ باسم رئيس الحكومة القادم بالنظر إلى التقارب في حدود الشخصيات المقترحة من حيث الكفاءة؟ صعب التنبؤ برئيس الحكومة القادم، والآن هناك فما أفداء أنه لن يتم اليوم الإعلان المؤكد على رئيس الحكومة. أولا لأنه هناك تضارب بين الأحزاب على أسماء معينة، لأن مع تجربتها السابقة في إن كان في حكومة الترويكا أو حكومة النهضة، مع اقتراحات أخرى انضافت يوم أمس مثل محمد مرزوق اللي هو أضافه التيار الديمقراطي، فهنا يصعب إنه نتكهنوا برئيس الحكومة القادم، مع العلم إنه إلياس الفخفاخ هو من يحرز حد الآن، يعني بعض الأصداء التي صدرت على الأغلبية في الاتفاق عنه كشخص. يعني طب هل فشل الجملي يعني بالضرورة أن سيناريو عزل زعيم النهضة الغنوشي على رئاسة برلمان التونسي وارد؟ هو مطلب من نواب بعض الكتل النيابية بالبرلمان أنه توجهوا بمطلب شعبي بعزل رئيس البرلمان التونسي الغنوشي، بعد خاصة لقى صدى كبير لدى الكثير من الشعب التونسي بعد في زيارته الغير معلنة لتركيا، والتي كانت فيها رآها الكثير أن فيها إهانة لتونس بعدم تواجد زيارة رسمية، وهو يمثل هيكل رسمي سياسي في تونس يعني البرلمان، مع عدم وضع العلم التونسي أثناء الزيارة والمقابلة الرسمية التي بثت على جل القنوات التركية. فكان هذا مطلب من بعض الكتل وبعض المستقلين الذي له صدى إيجابي لدى الكثير من شعبي. يعني المطلب يعني هذا. أتمنى أن تشهد تونس تشكيل حكومة قريب. السيدة كاهنة طالبية الحقوقية التونسية، كنت معي من تونس عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.